السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وبكل فخر وإصرار راح أتحدث لكم عن قصة نجاح. قصة نجاح مرتبطة باسم اسمه صادق، وبأم اسمها زهراء، وبطل وباسل، أب اسمه علي. علي كان جندي بطل، وكانت عائلته متكونة من 4 أشخاص: علي وزهراء وصادق ومرام. وبآخر يوم من التحق إلى جبهات القتال للدفاع عن العراق العظيم، كان مثل مقتدى به، وكان يصبر عن عائلته، وكان يقلهم إن شاء الله أرجع لكم وتستمر حياتنا بسعادة وخير. وكان مقولة دايما يقولها: أمن العراق من أمنكم. علي، وأنا هواي خايفة هالمرة، بروحتك للجبهة ما جاي شوف أولادك يظلون يبجون من تروح. لازم تصيرين أقوى وزجع زهراء، أنت كلش زين تعرفين هذول التكفيريين إذا نتركهم يوصلون لبغداد، وبعدين يوصلون للبصرة، وأمن أولادنا ومستقبلهم ينتهي. بعد التحاق علي فترة قصيرة اجل زوجته اتصال من احد الضباط الشجعان، يخبرها ويقلها ان علي استشهد، وكان من اشجع الابطال اللي موجودين، وكان يتأسى بقتالات ونزالات اهل البيت، واستشهد بمنطقة الانبار ضد تنظيم القاعدة الارهابي. ظلت زهراء أيام وسنين وأشهر وهي تبكي على علي، لكن رغم كل اللي صار زهراء بقت قوية ومكافحة ومناضلة، أوعتها إصرار وعزيمة، ودائما كانت تقول إن اليتم والحرمان أبد ما توقف عائق في وجه النجاح. كانت دائما تحاول تتصل بأخوها حتى يساعدها على محن الأيام والزمان، لكن للأسف كان يتحجج بحجج واهية على مساعدتها. ومن محاسن الصدف كان أكو جار طيب اسمه أبو حسن، دائما عين عليهم. هذا الرجال من أهل الله، اكتسم الخبز بيناتهم وصاروا عائلته الثانية. السلام عليكم خويا مصادق، لا تهتمين، أنا أخوك وذولا أولاد أخوي صدوقي ومرومة، وأنا أقسم الخبز وياكم وبيتي بيتكم، وأي شي تحتاجونه إحنا هنا برسم الخدمة.
ما قصرت خوي، جزاك الله خير الجزاء. هاي وقفتك ما يوقفها الأخ الأختي. يا رب رحمتك دزيت إن هذا الرجال الخير صاحب النخوة والمروة، وانت شوف أخوي وحماي اثنينهم تعذروا من المساعدة. أوف ايش راح أسوي؟ هنا هواي فكرت زهراء شلون تأمل مستقبل الأولادها وهي بنص هذا العوز والحرمان. ها أحسن شي من يرجع صدوق من الدوام أخليه يوصل الطلبات حتى لو للمناطق القريبة، وأشتري له موبايل وبايسكل حتى يوصل بيهن، والرزق من رب العالمين. صح جاي أتعب بين العمل والدراسة، بس ما راح أخيب ظن أمي. أفضل هدية أقدمها إلها أنجح بدراستي وبدرجات عالية. للأسف شاء القدر أن يصير خلاف بين أبو حسن وأخوانه وبخصوص ميراث البيت، وبالتالي شال من المنطقة إلى منطقة بعيدة وانقطعت أخباره. ماما ماما جاي تشوفين بيت أبو حسن؟ جاي يشيلون باراضهم، راح يشيلون يمكن. تدرون أجمل فرحة شوكت من الفلاح يحصد ثماره، وإجا الوقت اللي أم صادق تحصد ثماره. أبنائي الطلبة، هناك مقولة قرأتها منذ زمن بعيد، مفادها أن الإبداع يكمن بين اليتيم والحرمان. وهسه راح أقول لكم على الطالب اللي طلع الأول على المدرسة واللي جاب معدل 99، هو الطالب صادق علي. هذا البطل اللي قاوم كل أنواع الألم والحرمان، وكان يشتغل ليل ونهار وجمع ما بين الدراسة وما بين مساعدة أمه وأخته، وبالتالي تفوق وجاب الأول على المدرسة.
يما كحالت عينك ورفعت راسك ونجحت وجبت معدل 99، يعني راح انقبل طبية واصير دكتور. وبعد فترة طويلة حتى مرام نجحت وصارت باحثة وصارت أم وسمت ابنها علي. تذكرون جارنا أبو حسن؟ هذا الرجل الطيب النبيل ساءت حالته الصحية، مما اضطر أن يراجع إحدى المؤسسات الصحية. ومن محاسن الصدف كان طبيب الطوارئ بيومها صادق علي ابن المكافحة زهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها عمو خير، من شنو تشكي؟ عمو أنا ابني مات بحادث سير وخلالي أيتام، ومن ذاك اليوم ولهذا اليوم صحتي ما مستقرة، ضربتني جلطة ومتأذي. فضل عمو خلنا فحصك. والله يا وليدي كل ما أشوف أيتام ابني قلبي ينعصر وتجيني هاي النوبة القلبية. تدرون تجربة اليتم اللي مر بيها صادق تبعث روح الأمل والإطمئنان في نفس الرجل. وهنا بدأ صادق يتحدث عن تجربته وظروفه الصعبة اللي مر بيها هو وأمه وأخته، وشلون قدر يشق طريقه فليس لليتم عاق في صنع المستقبل. بينما الرجل كان مركز هواي بكلام صادق لحد ما ذكر اسم الجار أبو حسن. دكتور أنت وين كان بيتكم؟ عمو احنا بيتنا كان منطقة الجمهورية يم الأطفال. أنت صادق اللي أبوك استشهد ضد تنظيم القاعدة، أمك اسمها زهراء وأختك مرام. عمو أنت طلعت تعرف العائلة كلها. إيه دكتور كنت يم بيتكم. أنا أبو حسن جيرانكم، بس عفي عليك وليدي، عفي عليك وعفارم على أمك البطلة الشجاعة اللي قدرت توصلكم لهيج مكانه. إلهي لك الحمد ولك الشكر، إلهي سبحانك ما أعظمك وما أكرمك. إذا العباد نسوا العباد فأنت رب العباد، لا تترك عبادك، كيف لا تكون كذلك؟ وأنت قلت في كتابك الكريم والله رؤوف بالعباد.
وهنا وصل خبر الجار أبو حسن عن طريق صادق إلى أمه. وبذيك اللحظة كان صادق يقص هاي الحروف والدمعة بطرف عينه، بس هاي الدمعة ما أعتقد دمعة حزن، لا كانت دمعة فخر. أيوة وليدي، هذا رجال خير وأبو غيرة ما قصر وياكم، هو وأم حسن زوجتي كان يتقاسم ويانا المسواق والمساعدات، ووقف وياكم وقفة الأخ ما يسويها. سبحان الله، صدق مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حيث قال: فعل الخير ذخيرة باقية وثمر زاكية. نعيش في هيئة شجر، ما يهمنا لا ريح ومطر، ثابت جذرنا ويا الزمن طول الدهر. طول الدهر أحلاها بسمة وجهكم، ننثر زهور بدربكم، أجمل براءة نشوفها في روحكم. في روحكم نعيش في هيئة شجر، ما يهمنا لا ريح ومطر، ثابت جذرنا ويا الزمن طول الدهر. محلاها بسمة وجهكم، ننثر زهور بدربكم، أجمل براءة نشوفها في روحكم.